بينما كانت الألعاب النارية تزين سماء أربيل احتفالا بدخول العام الجديد، كان قطاع الفنادق والسياحة وقاعات الاحتفالات قد شهدت تذمرا كبيرا من قبل أصحابها. سلطات أربيل منعت التجمعات والحفلات العامة والخاصة لمنع تفشي كورونا. كل شيء واضح في هذا البيان، ممنوع إقامة الحفلات، ممنوع إقامة التجمعات. تم تغريم 15 محلا أو مكانا، سواء كان فندق أو كافتيريا أو مطعم. يؤكد أصحاب الفنادق وقاعات الحفلات إن خسائرهم تقدر بملايين الدنانير ولا وجود لتعويضات تقلل هذه الخسارة، مطالبين بخفض الضرائب المفروضة عليهم. قبل كان عندنا يعني قابطين مثل ما أقول فندق 37 غرفة، يعني 37 غرفة مسكنين كلهم، يعني قبل رأس سنة بيومين ما عندنا ولا غرفة فارغ. أما حاليا يعني مثل ما أقول كل 4 ساعات ليجينا نفر واحد نفرين، يعني ما عندنا يعني حركة، كلش صارت بطيئة. في غضون ذلك تزينت ساحات أربيل وطرقاتها وحتى بيوتها، وخصوصا في ناحية عنكاوة، بزينة الأعياد والنشرات الضوئية ابتهاجا ب2021، بينما استعانت المولات الشهيرة في أربيل بالقوات الأمنية للسيطرة على كثافة زوارها وتأمينهم الذين فضلوا الاحتفال بأمسية مميزة في مطاعمها ومرافقها العصرية. مع توديعنا لعام 2020 لا زالت لعنة كورونا تلاحقنا، لكن فرح الناس باستقبال العام الجديد وبهجتهم يعكسان روح التفاؤل والإقبال على الحياة رغم كل شيء. مشرق المنصور، أربيل، يو تي في.